بس في ناس هنا ما اشوفهم شيء، ما اشوفهم يقدمون رياليتي. بس ما بدون زعل يا شباب، هيثم عبد الله يحيى بجاد، ها ترك الموسى، وين الشباب؟ لا ان شاء انوار، الله. انوار الدوسري، والله رياليتي عندكم هابط شوي، هابط شوي. في ناس غايبين على البث، في ناس غايبين على البث برضو، ما ننسى الناس اللي غايبة على البث. انا محمد مسجل لي هنا، الحارثي، مسجل لي هنا كذا ملاحظ عن المتسابقين، تراجع مستواهم، هم مميزين لكن تراجع مستواهم في الايام الاخيره، اللي هو محمد الحارثي، محمد الصقري، محسن بن دقله، فهد الحركان. غازي انا توقعت من فهد الحركان بعد رجوعه انه يقدم مستوى كبير. صحيح. جدا. صح. ايش تعليقك على الكلام ذا؟ فهد ما ادري، يمكن طلع وشاف الجماهير وشاف الاشياء هذه وشاف نفسه، لا ولا فهد؟ لا ها طلعت، وبالعكس انا جيت هنا وقلت برجع بقوه، لكن صراحه رجعت وخذيت سبيل الوقف، وهو اللي اشغلني صراحه، واللي هو اللي كنت ماخذ يعني اهم كبير عليه. فان شاء الله انا اوعد نفسي واوعد اخواني والمشاهدين اني راح اقدم الشيء اللي يرضيهم ان شاء الله باذن الله يا فهد. وانه هذا اعتبروه مجرد انتقاد وعتب، لا تعتبرون انه يحطم فيكم انا، يطول ابدا من ذاك.